السلام عليكم. يصل في هذه الأثناء في هذه الصبيحة اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى مطار تندوف، وذلك لتدشين المركز الحدودي الجزائري الموريتاني الذي تم الانتهاء الأشغال منه. وهذا المركز يعتبر مزدوج لأنه فيه زوج مراكز في الحقيقة، مركز داخل التراب الوطني والمركز داخل التراب الموريتاني على امتداد حوالي 2 كيلومترات ما بينهم. إذن في هذا الحدث التاريخي ارتئينا أن نواكب هذا الحدث الهام والاستراتيجي لبناء صرح الأخوة والصداقة بين الجزائر وموريتانيا. نستمع إلى النشيد الوطني ثم نعود إلى التعليق. إذن هنيئا للشعب الجزائري والشعب الموريتاني بهذه الخطوة الهامة في تجسيد برامج تاع الشراكة استراتيجية على جميع الأصعدة. إذن واللي سوف أكيد تعود بالفائدة على الشعبين، وخاصة في المناطق الحدودية للبلدين، وكذلك تفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات أخرى، إذن وكذلك في مجال تطوير القدرات الاقتصادية والتجارية للجزائر وموريتانيا، لتكون موريتانيا منصة للتجارة نحو جنوب الغربي لإفريقيا. إذن هذا جاء بعد يعني هذه التوجهات الجديدة في العلاقة بين البلدين، جاءت بعد التهديدات التي لطالما كانت تنطلق من مملكة إذن المغرب الأقصى، التي كانت تهدد موريتانيا وتهدد الجزائر. إذن كان لابد أن الجزائر تعطي بكل ثقلها لحماية موريتانيا من الأطماع التوسعية تاع المهلكة هذه. إذن هذا هو، كان لابد من الجزائر أن تقوي علاقتها مع موريتانيا ولحمايتها من هذه التهديدات أولا، وكذلك للحفاظ على الأمن وفي هذه المنطقة لتعرف التوترات ومحاربة كل أنواع الجريمة العابرة للحدود. إذن في هذا الإطار تم يعني الاتفاق على تطوير العلاقات الأخوية بين الجزائر وموريتانيا. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.